فترة 9 سنين مرت بتذكر كل ثانية بثانية كنت وحيد بمدرستي عايش بدنيا تانية ما كان عندي رفيق يفهمني كانت أفكاري غريبة كانت الناس تتأملني وأنا صرت بالكتيبة يسألوني عن هالوحدة بس ما حدا يفهم ردي وبيوم كنت قاعد وحدي تفاجأت بشخص حدي كلامه لإله شد نتشارك زاد الأفكار بس كنت واعي حسنتني وبيناتنا ما في أسرار أول سنة وتاني سنة وجوده كان سبب للضحكة صدق كان يعرف شو بيني لك حتى من دون ما أحكي كانت عم تتغير حالتي كونه حد عم يفرجها 3 أيام السنة الثالثة نطرته لكلامة إجا صرت أسأل عنه زمايلي بس ما حدا كان يتذكر تنفتح للذكرى تلاقى البواب بوجهي تتسكر لك معقولة كل هالحبكي كانت تسج من خيالي كل ما ضل حالي أبكي ما لقيت جواب على سؤالي صرت ابرم على الاسباب اصحاب اللي سألتوا جنوا ما كان يخلص العذاب زرتوا بأقرب فرصة متأمل اسمع جواب دقات لأسأل وينه في بنت فتحت الباب جمالها فوق الطبيعة صفنت بوجه اتأمل ما بخب عليك للحظة نسيت عن شو جاي اسأل فجأة بصوتها وعدني ما بوصف لك كيف حسات سألتها عن خي وينه قالت لي سكان جداد دلتني عباد قريب اللي مسكنهم بهالبيت ذكرت ايه هيدا هو وقفت انطر على الشباك طلعت بيجي لفتني شفت صوره على الحيطان طلعت قلبي نقزني ولعب براس الشيطان دقت على الجرس فتحلي سألت عن خيوان بقى صعوبة كيف يشرحلي توفى بحادث من جهران وقع قلبي من قلبي سكينة بقلبي وقصر كدت عالبيت عم تبكي وما خبرت حدا القصة الشخص الوحيد اللي حبيته فضلته ع كل البشر من بين الكل نقيته حقيقة كانت مفروضة طب كيف بدك ياني صدق جمعة بزوايا الأوضة عيوني كانت عم بتحدي وبلحظة تذكرتها هي الملاك الوقت فتح لي حاولت انكر اعجابي بس فكري ما كان يسمح لي لقيت حالي كل يوم عم بنظر حبيتها تظهر وتطل حكيها ما قدرت اصبر من النطرة كانت عمل كان تبادل بالاعجاب لقيت حالي صرت اشكيلة يومية عدراج البيت كانت عم دوبن قبيلة غمرتني مرة تأثرت لقيت روحي منها عم تطفى الاحساس ما قدرت فسرت جروحي عايدة عم تشفى الكآبة بحياتي نسيتها لما اطلع بعيونك عهدنا ايدي ما تترك ايدها والامان صونا بجنونة الحرب ولعت ما عدت لقيت الاثر الاحداث علي سرعة لقدر مرة تاني انتصر لقيت حالي من الحي قريب شفت الطفل الصغير قربت لأن وجهه مكان غريب سألته حبيبي شو اسمك جوابه سمعت اسمي اجري من المشهد تثبت حسيت برعش بجسمي بعيونه شفت عيونه اطلعت شفتها قدامي حكيت من صوتها تأكدت بهاللحظة تمنيت اعدامي هي هي لك هيدا وجه زاد النظرة وزاد البصمة لك معقولة لقد حبتني لسمت ابنها اسمي معقولة ما نسيتني من بعض كل هالسنين لكن حست ما عرفتني ملمحت بعينها الحنين سألتني مين بتكون صوتها ضلت عم بسمع احضرت هاي لحظة جنون او ذكرى براسي عم تلمع طلعت بالسيارة نزلت منها زوجة عم يصف ما قدرت جاوب سؤالها دني فيا عم بتلف لك يا خي شفت شغل بالسيارة هيدا مين هيدا خي هيدا دم ضيعته من 9 سنين يا حلم رجوعي هيدا القدر القاسي عم يتمنى قلبي عم يكسر لدي